السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في يومياتهم إحسان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم فطائر أو بيتزات، كيجيو رائعين، كيجيو لذات وكيجيو هشاش وخفاف بزاف. تابعوا معايا المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله. كنحتاج 500 غرام ديال الطحين فورز، خمارة من فئة 7 غرام، أنا عندي الكبيرة، ندير معلقة صغيرة، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، 2 معالق كبار ديال الحليب بودرة، إلا ما كاينش غنديرو 2 معالق ديال دانون مسوس، بيضة واحدة غنديرو الصفار ندهنو به الفطائر، والبيض غنديروه مع العجينة، نص كاس ديال الزيت البلدية، كنديرو شوية ديال الملحة وشوية ديال الزعيدرة مطحونة. والماء دافي. من الفطائر درك تحتاجي 500 غرام وكر، نص كيلو معلقة تخميرة العجين، ياتلا تخمير الحلوى 7 غرام، نص الكاس زيت العود، معلقه مقورن سكر سنيده، معلقه مقورن نتخمر العجين، ديمي كيك نتيسنت، ديمي كيك ياتلا معلقه مزيكيكنا وزوكني لي زطان نتا زوكنيت، د سنت المعلقه الحليب بودره وحدارو نتيلا نتا كامتا سنت المعلقه دانون مسوس، د تقلايته صفرين تقلايته تنتحيه درتي دهان الفطائر، وملي لارت نتعجن العجين صافي درت الطاجين سوامان، ويمكن نديرو في البول، كنديرو الطحين كنضيفو عليه السكر سنيده والخميره والملحه وشويه ديال الزعتر وداك الحليب بودره وشويه ديال الماء وزيت البلديه، وكنديرو صفا البياض ديال البيض، وكنديرهم كنعجنهم بيدينا ولا نعجنهم بالعجينه، انا نعجنهم بالعجينه. المهم الخليط المكونات كلها تنتين تكا حمص تقصريت ولا حل عجينه صافي نتعجن العجينه، تكون ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف، صافي كنخليوها ترتاح. المهم العجينه دوري يقصحوا الدحور يملوا القياس صافي.
هذا هو التقديم ديالهم النهائي، كيجيو رطبين وهشاش، كيجيو لذاذ بزاف. نتمنى تجربوهم وما غتندموش عليهم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه وتشجعوني. كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم. اللي مازال ما مشاركش القناه يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. المهم نتمنى يكون يعجب الفيديو نغصاد. نتمنى حتى تجربوا ما حتىش كانت رطبان فول كينت. نتمنى يكون يعجب وبالصحة والراحة. إلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله. مرحب مرحب يا هلال.